سارة، أنا ريما كركي لما كان يطلع مشهد قبلي قدام أهلي، كون ممثلة عم تمثل عم تبوس حدا، بيي كان يقول لي ريما قومي جيبي كباية مي، يعصبني ليش كباية المي بهالدقيقة. بيك لما يحضر إنه سارة عم بتبوس ممثل، شو كيف بيكون شكله المشهد بالبيت؟ بحاول ما احضر معهم لانه بستحي. بس فادي يعني بيطلع ولا هيك؟ بيك يعني لا بيطلع لا ولا هيك؟ لا لا، بيطلع، صار بيطلع وبيقول لي انه مزبوط مثلا هون كان لازم، لا ما يعني كثير عن جد اهلي كثير سبورتيف.